بسم الله الرحمن الرحيم. حسن اسلوب حياتك. القراءة جدول يرتوي منه العلماء والمثقفين على مر الزمان، وكلما نهلوا منه كلما أثمروا علما وفضلا. يمتلك جميع المفكرين الكبار في هذا الكوكب شغف القراءة، فالمطالعة طريقة رائعة للاستمرار في التعلم وتطوير الذات، فضلا على أنها تورث صاحبها الهدوء والتركيز وتصفي عليه صورة الوقاري والأدب. فمن خلال القراءة لمدة ربع ساعة فقط يوميا يمكنك زيادة مخزون معرفتك وعلمك إلى حد بعيد مع مرور الأيام. إما إذا لم تكن ممن يحبون قراءة الكتب، فهناك طرق عدة لتحصيل فائدتها، مثل مشاهدة الموضوعات التثقيفية أو الاستماع للمدونات أو الكتب الصوتية. جرب هذا واجعله من عادات يومك وشاهد حياتك تتغير أمام ناظريك.